صباح الخير مشاهدي الأحباب في كل مكان. بداية أسبوع موفق، نحييكم عبر شاشة قناة الشروق وبرنامج صباح الشروق. نتمنى تكون إن شاء الله حلقة جميلة مميزة وتلامس كثير جدا من القضايا، وإن شاء الله تكون قضايا مميزة نقدر نطرحها من خلال شاشة الشروق. مرحبا بكم ومرحبا بك يا ناجي، صباح الخير. مرحبا محمد، صباح الخير. صباح الخير على هذا الوطن الحبيب المترامي بكل أطرافه. صباح الخير على كل الذين يحملون ملامح المحبة والإخاء والترابط في شمالنا الحبيب وفي جنوبنا وفي شرقنا وغربنا، يشكلون بوتقة تنصهر فيها كل معالم الحب والإخاء في هذا الوسط الحبيب. صباح يا محمد يحمل عبير وعبق هذا الحب الكبير، والوطن يتعرض لواحدة من الكوارث الأليمة جدا. نعم. قبل 100 عام نحن دائما بنقول انه يا ايد ابوي على ايد اخوي على ايدنا، ايد على ايد تجدع بعيد في اللجه من راس ميضنا. نعم، نحن نتمنى ان شاء الله انه يعني ربنا يخفف على كل الاهل والاحباب في الذين ضروا بسيول الفيضانات، وان شاء الله ربنا يعطي السلام والعافيه للجميع. مباشره نذهب الى لحن الصباح نهدي لكل الاحباب وكل المشاهدين. كسر الشوق لو هداك حبيب قمريك وحال أنا قصري هداك يا 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 كسر الشوق لو هداك حبيب قمريك.
الباب اللي